من كام يوم كنت مع حضرتك وقت ماتش سيراميكا كليوباترا وإيسن كومباني، لما كنا بنتكلم على حكام الفار. انا ما بفهمش، حتى لو انا مرهق تمام، في حاجات بتبقى واضحه. انت شفت، انت اكيد مش انت وانت بتتفرج على المباراه، شفتك وانت بتتفرج على المباراه، انت ما فكرتش مرتين، هي طرد خلاص. فاكيد الراجل اللي قاعد على الفار، كابتن احمد غندور ولا المساعد اللي معاه، اكيد هيقولوا طرد. ممكن يبقى رايهم مش طرد برضه، التركيز مهم. طب في ايه يا كابتن؟ بص اقول لحضرتك الحلقه، على فكره احنا بنتكلم على فكره، احنا بنتفرج بس عشان بس المشاهدين يبقوا عارفين، احنا بنتفرج احنا على الماتش واحنا مش مشدودين. على فكره الحكم في الفار اكتر من الحكم في الملعب في شده الماتش وتركيزه في الماتش. ده ممكن يروح ايوه عشان حكم الفار في النهايه، زي ما انا دلوقتي بحمله المسؤوليه اكتر من كابتن محمود البنا. طبعا ليه؟ انه كابتن محمود البنا ممكن ما يكونش خد باله، تمام، خد حس مثلا انه قرب منه بس ما شافش الضرب مثلا، بقول مثلا، تمام. لكن حكم الفار بيعيد وبيشوف وشافها طبعا، وشافها، كان لازم يستدعيه ويشوف اللقطه. حتى لو محمود رجع بانذار بعد كده هو بيعمل دوره وعمل شغله. بس انا بقول برضو ان احنا عندنا حكام كتير جدا في مصر دوليين وغير دوليين في الفار. ما ينفعش ان حكم النهارده حكم صفاره وبكره اتعين كحكم فار، ده طبعا غير مقبول. طيب انا واحد زي حالاتي كده ممكن يتخيل انه الحكم او انا اتصورت اللقطه ديت انه الحكم اداله انذار عشان ما فيش قوه زائده، او انا بفهم كده انه ادم مش قوه زائده فخلاص تنفع انذار مش تنفع طرد. ففهماني دي اكتر. انت بتتكلم في اللعب العنيف. اللعب العنيف اللي بيستهلك لا يكون في لعب بالظبط، لكن اللعب الكره وقفت خلاص. الكره حاليا بنسميها في التحكيم او في القانون كره القدم الكره خارج اللعب. خارج اللعب اللي حصل بعد كده ده مش مش مش, مش لعب، ده سلوك. لا مش سلوك رياضي، ده سلوك يعتبر عنيف او عدواني مع 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 احد المنافسين. ما بيبصش لقوته بقى، ده بقى اصبح سلوك، والسلوك بتاعه ده يقابل بكارت احمر. فاعتراض الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي كان اعتراض منطقي، كان اعتراض منطقي جدا. وطبعا احنا الاعتراض هو مرفوض من كل الاحوال بالاعتراض الحكم، لكن انا بتكلم احيانا برضو، انا برضو بدخلك في حسابات وداخل الجمهور معايا في حسابات حكم، ممكن اقول لك ان انذار في الوقت دوت عشان احافظ على ماتش. لكن انا بتكلم كتحكيم خارج اي حسابات، ما فيش حفاظ على الماتش، لان الكره دي لو اثرت على نتيجه ماتش كانت هتبقى مشكله كبيره للتحكيم النهارده. طيب. الحمد لله انا ما اثرتش على نتيجه ماتش، في الاخر التحكيم طلع بدون اخطاء مؤثره. انت عارف لو كانت اثرت كانت هيحصل ايه؟ كانت تبقى مشكله كبيره.